بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم في صحيحه: باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن حفصة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وعنه به قال: وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله حا وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب كلهم عن نافع بهذا الإسناد كما قال مالك. وحدثني أحمد بن وعنه به قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن زيد بن محمد قال: سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعنه به قال: وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا النضر قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. وعنه به قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: أخبرتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. وعنه به قال: حدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا عبدة بن سليمان قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما. وعنه به قال: وحدثني علي بن حجر قال: حدثنا علي يعني ابن مسهر وحدثناه أبو كريب قال: حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو كريب وحدثناه أبو بكر وأبو كريب وابن نمير عن عبد الله بن نمير حا وحدثناه عمرو الناقد حدثنا وكيع كلهم عن هشام بهذا الإسناد وفي حديث أبي أسامة إذا طلع الفجر. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وعنه به قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمع عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين أقول: هل يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ وعنه به قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: حدثني عطاء عن عبيد الله بن عمير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن حفص بن غياث قال: ابن نمير حدثنا حفص عن ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت:
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى ركعتين إلى الركعتين قبل الفجر. وعن أبيه قال حدثنا محمد بن عبيد العم حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أبي أوفى ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر لهما أحب أحب إلي من الدنيا جميعا. وعنه به قال حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان ابن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة وفي الآخرة منها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان عن حكيم عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وعن أبي قال وحدثني علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. قال سيدنا الإمام مسلم الحجاج الكشيري رحمه الله عز وجل باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. وعن به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود ابن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتساب إليه قال سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وعنه به قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. وعنه به قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا
غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. وعنه به قال: وحدثني عبد الرحمن ابن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. وعنه به قال: وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. قال الإمام مسلم في صحيحه: باب جواز النفل قائما وقاعدا وفعل بعض الركعة قائما وبعضها قاعدا. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن خالد عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قعد قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. وعنه به قال: حدثنا كتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن بديل وأيوب عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا طويلا، فإذا صلى قائما ركع قائما، وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. وعنه به قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق قال: كنت شاكيا بفارس فكنت أصلي قاعدا، فسألت عن ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما، فذكر الحديث. وعنه به قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وعنه به قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر الصلاة قائما
وقاعدا، فإذا افتتح الصلاة قائما ركع قائما، وإذا افتتح الصلاة قاعدا ركع قاعدا. وعنه به قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال أخبرنا حماد يعني ابن زيد حا قال وحدثنا قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا قال وحدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير جميعا عن هشام ابن عروة حا وحدثني زوير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسا حتى إذا كبر قرأ جالسا حتى إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. وعنه به قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبي النضر عن سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي عليه من قراءته قدر فإذا بقي عليه فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل ذلك في الركعة الثانية مثل ذلك. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علي عن الوليد بن أبي هشام عن عبد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام قدر ما يقرأ إنسان 40 آية. وعنه به قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال قال قلت لعائشة كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعتين وهو جالس؟ قالت كان يقرأ فيهن فإذا أراد أن يركع قام فركع. وعنه به قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن سعيد الجريري عن عبد الله ابن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو قاعد؟ قالت نعم بعدما حطمه الناس. وعنه به قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعنه به قال وحدثني محمد بن حاتم وهارون ابن عبد الله قال حدثنا حجاج ابن محمد قال قال ابن جريج أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس صلى الله عليه وآله وسلم. وعنه به قال وحدثني محمد بن حاتم وحسن الحلواني كلاهما عن يزيد بل عن زيد قال حسن حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني الضحاك بن عثمان قال حدثني عبد الله ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما بدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثقل كان أكثر صلاته جالسا. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب ابن أبي وداعة السهمي عن حفصة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قاعدا
وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول حتى تكون أطول من أطول منها. وعنه به قال: وحدثني أبو الطاهر حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد ابن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن الزهري بهذا الإسناد مثله، غير أنهما قال بعام واحد أو اثنين. وعنه به قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن حسن بن صالح عن سماك قال أخبرني جابر أو جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمت حتى صلى قاعدة. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، قال فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال ما لك يا عبد الله ابن عمرو؟ قلت حدثت يا رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا، قال أجل ولكني لست كأحد منكم. وعنه به قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر عن شعبة، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وفي رواية شعبة عن أبي يحيى الأعرجي. باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الليل، وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة. وعنه به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين. وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة ابن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر، 11 ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وعنه به قال وحدثنيه حرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وساق حرملة الحديث بمثله غير أنه لم يذكر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن ولم يذكر الإقامة، وسائر الحديث بمثل حديث عمرو سواء. وحنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو قال حدثنا عبدة بن سليمان حا وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الإسناد.
وعنه به قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب. الحمد لله. إيه ده؟ دي مش من الحديث دي، خلي بالك ولا من السنة. تكمل الخير. العطسة دي مش من السنة يعني. كمل يا دكتور، كمل. وعنه به قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن دراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي 13 ركعة بركعتي الفجر. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان. قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن تؤذر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. طب إزاي أنت لازم حضرتك تاخد ميكروفون عشان. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي قال: حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر، ثم يصلي 2 وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع، ثم يصلي 2 بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. وعنه به قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا شيبان عن يحيى قال: سمعت أبا سلمة قال: وحدثني يحيى بن بشر الحريري قال: حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثله، غير أن في حديثهما 9 ركعات قائما يوتر منهن. وعنه به قال: وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد أنه سمع أبا سلمة قال: أتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: أي أمة، أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت: كانت صلاته في شهر رمضان وغيره 13 ركعة بالليل، منها 2 الفجر. وعنه به قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع 2 فتلك 13 ركعة. وعنه به قال: وحدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا أبو إسحاق قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال: سألت الأسود بن يزيد عما حدثته عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت: وثب ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء ولا والله ما قالت
اغتسل وأنا أعلم ما تريد، وإن لم يكن جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة ثم صلى ركعتين. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل حتى يكون آخر صلاته الوتر. وعنه به قال حدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث عن أبيه عن مسروق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان يحب الدائب. قال قلت أي حين كان يصلي؟ فقالت كان إذا سمع الصارخ قام وصلى. وعن به قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفى رسول الله بل ما ألفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السحر الأعلى في بيتي أو عندي إلا نائما. وعنه به قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ونصر بن علي وابن أبي عمر قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وعنه به قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن ابن أبي عتاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. وأبو سلمة هنا الصحابي يسير الصحابي يروى عن عائشة أيضا. وعنه به قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وعنه به قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي صلاته بالليل وهي معترضة بين يديه فإذا بقي الوتر أيقظها فأوترت. وعنه به قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي يعفور واسمه واقد ولقبه وقدان قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتهى وتره إلى السحر. وعنه به قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. وعنه به قال حدثني علي بن حجر قال حدثنا حسان قاضي كرمان عن سعيد بن مسروق عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فانتهى وتره إلى آخر الليل. قال الإمام مسلم في صحيح باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. وعنه به قال حدثنا محمد بن المثنى العنبري وقال حدثنا محمد بن أبي عدي عن أبي محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة
عن زرارة العنزي. ما انا قلتها كده العنزي مش العنزي، العنزي. ما انا قلت ايه؟ الله على ادبك، بس انا قلت العنزي. قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة ان سعد بن هشام ابن هشام ان سعد بن هشام بن عامر اراد ان يغزو في سبيل الله، فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع ويجاهد الروم حتى يموت. فلما قدم المدينة لقي أناسا من أهل المدينة فنهوه عن ذلك وأخبروه أن رهطا ستة أرادوا ذلك في حياة نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنهاهم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أليس لكم في أسوة؟ فلما حدثوه بذلك راجع امرأته وكان قد طلقها وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس فسأله عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال ابن عباس ألا أدلكم على أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال من؟ قال عائشة، فإنها فأتاها فأتها بل فأتها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. فانطلقت إليها فأتيت على حكيم بن أفلح فاستحلفته إليها، فاستحلقته شوف لنا كده طب يرى انت خير، انا مش شايف كويس النظارة فين؟ ايه كم؟ اين النظارة؟ قال سيدنا الامام المسلم فاتيت على حكيم بن افلح فاستلحقته اليها فقال ما انا بقاربها لأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت بهما إلا مضيا. قال فأقسمت عليه فجاء فانطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليها فأذنت لنا فدخلنا عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته فقال نعم. فقالت من معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. فترحمت عليه وقالت خيرا. قال قتادة وكان أصيب يوم أحد فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلى. قالت فإن خلق نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كان القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قالت فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حولا وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما
يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد وتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبعين وصنع بالركعتين مثل صنيعه الأول فتلك 9 يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 16 ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. قال: فانطلقت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته بحديثها فقال: صدقت، لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها حتى تشافهني به. قال: قلت: لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه طلق امرأته ثم انطلق إلى المدينة ليبيع عقاره فذكر نحوه. وعنه به قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام أنه قال: انطلقت إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسألته عن الوتر وساق الحديث بقصته وقال فيه: قالت: من هشام؟ قلت: ابن عامر. قالت: نعم المرء، كان عامر أصيب يوم أحد. وعنه به قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن زرارة بن أوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد. وفيه قالت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قالت: نعم المرء، كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد. وفيه فقال حكيم بن أفلح: أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها. وعنه به قال: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جميعا عن أبي عوانة قال سعيد: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا فاتته صلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 16 ركعة. وعنه به قال: وحدثنا علي بن خشرم قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن شعبة عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام الأبصاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا عمل عملا أثبته، وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار 16 ركعة. قالت: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام ليلة حتى الصباح بل حتى الصباح، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان. وعنه به قال: حدثنا هارون بن معروف قال: حدثنا عبد الله بن وهب حا قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. قال الإمام مسلم في صحيحه: باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وعنه به قال: وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال:
حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وعنه به قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن أبي عبد الله قال حدثنا القاسم الشيباني عن زيد بن أرقمة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أهل قباء وهم يصلون فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. وعنه به قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعنه به قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قال: زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حال. وحدثنا محمد بن عباد واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن طاووس عن ابن عمر حاء. وحدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بركعة. وعنه به قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو أن ابن شهاب حدثه أن سالم بن عبد الله ابن عمر وحميد بن عبد الرحمن بن عوف حدثاه عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وعنه به قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا بينه وبين السائل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فصل ركعة واجعل آخر صلاتك وترا. ثم سأله رجل على رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا أدري هو ذلك الرجل أو رجل آخر، فقال له مثل ذلك. وعنه به قال: حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وبديل وعمران ابن حدير عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر حاء. وحدثنا محمد بن عبيد الغباري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب والزبير ابن الخريت عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر بمثله وليس في حديثهما، ثم سأله رجل على رأس الحول وما بعده. وعنه به قال: وحدثنا هارون بن معروف وسريج بن يونس وأبو كريب جميعا عن عبد الله عن ابن أبي زائدة قال هارون حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. وعنه به قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث
عن نافع أن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل صلاته فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بذلك. وعن أبيه قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة حاء، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء، وحدثني زهير بن حرب وابن المثنى قال حدثنا يحيى، كلهم عن عبيد الله عن ابن عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وعن أبيه قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمره. وعن أبيه قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح قال حدثني أبو مجلز عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وعنه به قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي مجلز قال: سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الوتر ركعة من آخر الليل. وعنه به قال: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي مجلز قال: سألت ابن عمر قال سألت ابن عباس عن الوتر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وسألت ابن عمر فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ركعة من آخر الليل. وعن أبيه قال: وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر أن ابن عمر حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في المسجد فقال: يا رسول الله، كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى فليصلي مثنى مثنى، فإن أحس أن الصبح بل فإن أحس أن يصبح سجد سجدة فأوترت له ما صلى. قال أبو كريب: عبيد الله ابن عبد الله، ولم يقل ابن عمر. وعنه به قال: وحدثنا خلف ابن هشام وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال: قلت: إني لست عن هذا أسألك. قال: إنك لضخم، ألا تدعني أستقرئ لك الحديث؟ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأن الأذان بأذنيه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداء؟ ولم يذكر صلاتي. وعن أبيه قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال: سألت ابن عمر بمثله وزاد: ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه. فقال: به به، إنك لضخم. وعن أبيه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت عقبة بن الخريتي بل ابن حريث قال: سمعت ابن عمر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: أن يسلم في كل ركعتين. وعن أبيه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى
عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتر بل أوتروا قبل أن تصبحوا. وعنه به قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال: أخبرني أبو نضرة العوفي بل أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوتر فقال: أوتروا قبل الصبح. والله تعالى أعلى وأعلم.